الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف اشتقاق دالة التكاليف الكلية، طبعا التكاليف توتال كوست في الأمد القصير. كيف نشتق دالة التكاليف الكلية في الأمد القصير لمنشأة ما، لكن افترضنا بأنها يعني الإنتاج فيها تابع أو يخضع لدالة كوب دوغلاس في الإنتاج. Deriving the short-run cost function for a Cobb Douglas firm أو production function، لكن firm تابع لهذا الشكل من الإنتاج. على بركة الله نبدأ الآن. أذكر قبل البدء بأنه في الأمد القصير تكون معظم مدخلات الإنتاج ثابتة، كل production inputs are fixed، خاصة رأس المال. المدخل الوحيد الذي يمكن اعتباره بأنه متغير أو تغيير يعني يمكن تغييره هو العمالة فقط في الأمد القصير. أما في الأمد الطويل كل المدخلات بتكون متغيرة، في الأمد القصير كل شيء ثابت باستثناء بهذه الحالة هنا العمالة. لنفترض الآن بأن دالة الإنتاج معطاة بالشكل الآتي. هذا الآن دالة الإنتاج Q، هذه تساوي كمية العمالة L للقوة نصف مضروب في كمية رأس المال K للقوة نصف. إذن Q تساوي L to the power half 1/2 مضروبة في K للقوة 1/2. ونفترض كذلك الأمر بأن معدل الأجور W، هذا الآن معدل الأجور W يساوي 50 و R تساوي اللي هو كلفة رأس المال لكل وحدة تساوي 250. وبما أنه افترضنا بأن K مدخل ثابت فافترضناها أنها K تساوي 100 في هذا الحال كمثال فقط لا غير. إذن Q تساوي L to the power 1/2 K to the power 1/2 و W معدل الأجور يساوي 50، كلفة رأس المال لكل وحدة تساوي 250، كمية رأس المال الثابت تساوي 100. ننطلق من هذه المعلومات ونكمل الآن. أرد أكرر هنا كتابة الأشياء الثابتة اللي ذكرناها: W تساوي 50، R تساوي 250، و K تساوي 100، أي أن K مدخل ثابت. بناء على ما تقدم تكون دالة الإنتاج كما يأتي. هذه دالة الإنتاج Q تساوي L للقوة نصف مضروبة في K. K الآن ثابتة فوضعنا بدال K تساوي 100 للقوة نصف، إذن تساوي 10 اللي هي هاي الآن 100 للقوة نصف اللي هي جذر التربيع، المية تساوي 10 في L للقوة نصف. الآن نحتاج أن نحل فقط لL، فما هي الآن الطريقة؟ فقط الآن بما أنه Q تساوي 10 مضروبة في L للقوة نصف، إذن L للقوة نصف تساوي Q على 10 هذه هنا، ما يعني بأنه إذا ربعنا الطرفين بصير عندي L للقوة نصف الكل تربيع تساوي ربعنا الطرف الأيمن Q تربيع هنا Q، هذه Q تصبح Q تربيع والعشرة تصبح 100. فبما أنه هذه الآن L للقوة نصف مرفوعة للقوة 2 تصبح L، إذن L تساوي Q تربيع مقسم على 100. الآن تعرف التكاليف الكلية Total Cost، هذه Total Cost بأنها حاصل جمع التكاليف الثابتة اللي Fixed Cost والتكاليف المتغيرة Variable Cost. إذن Total Cost تساوي Fixed cost زائد variable cost، أي أن الآن total cost تساوي fixed cost زائد variable cost. الfixed cost هو الآن كمية رأس المال في ثمن رأس المال 250 لكل وحدة، إذن هذه وعنا هنا زائد variable cost. variable cost تساوي فقط كلفة العمال، وبتساوي بالحالة هي 50 في كلفة العمال، في عفوا 50 ضرب عدد العمال هنا، أي 50 في هذه المقدار، هذا المقدار، وبتساوي total cost تساوي R في K زائد W في L. نعوض عن R الآن ب 250 و K في 100، وهذه L نعوض عنها Q تربيع على 100 في W اللي هي 50. إذا بكون بالحالة هاي total cost تساوي 250 ضرب 100 زائد 50 اللي هي W مضروب في Q تربيع على 100، إذا تساوي 25000 زائد Q تربيع على 2. عندما نختصر هذه الآن تختصر 1/2، إذا تصبح نصف كيو تربيع. إذا الجواب النهائي للتوتال كوست فانكشن في الأمد القصير هو 25000 زائد نصف كيو تربيع. اتذكروا أنه 250 هاي عبارة عن R، والمية هاي عبارة عن K، وL هي عبارة عن كيو تربيع على المية، نضرب في W هذه 50 بطلع عندي الآن التوتال كوست فانكشن هو 25000 زائد نصف كيو تربيع، أي هذا اللي دالة التكاليف الكلية في الأمد القصير بالشورت رن توتال كوست فانكشن هو الآن 25000 زائد نصف كيو تربيع. من هذه الآن الدالة البسيطة
نشتق كثير من المعلومات أو الأشياء التي يحتاجها الاقتصادي. مثل أن الآن الأفريج توتال كوست، متوسط تكاليف الكلية، يساوي التوتال كوست مقسم على الكمية، يعني الكلفة الكلية مقسم على الكمية بعطيني متوسط تكاليف الكلية، وتساوي هون عندي متوسط التكاليف الثابتة average fixed cost زائد متوسط التكاليف المتغيرة average variable cost، لكن average fixed cost يساوي 25,000، هذه 25,000 مقسم على Q، والaverage variable cost يساوي نصف Q تربيع مقسم على Q، إذا تساوي نصف Q. نصف Q. الآن marginal cost بيساوي إما مشتقة المشتقة الجزئية، المشتقة الأولى total cost بالنسبة للكمية، يساوي طبعا بالحالة إذا اشتقينا هذه فقط Q تربيع على 100، اشتقيناها الآن طبعا هنا لما ضربنا بW فأصبحت 50 Q تربيع على 100، لما نشتقها ونختصر هذا بطلع عندي نصف Q تربيع. إذا اشتقينا هذه فقط بالنسبة ل Q تصبح 2 في نص، إذا يساوي بالحالة هاي Q، لاحظوا لي، وهي تساوي المشتقة الجزئية الأولى، عفوا المشتقة الأولى للفاريبل كوست بالنسبة ل Q، وتساوي كيو بالحاله. هاي الاشياء مهمه جدا من الشورت رن توتال كوست. الان نمثل ذلك بيانيا كما يلي. التمثيل البياني، لاحظوا لي هذه داله عندي هون كميه الانتاج، هنا داله التكاليف الكليه في الامد القصير، توتال كوست 25 زائد نصف كيو تربيع، وهنا التوتال كوست، وهذه الان المنحنى هذا بعطيني الافريج فاريبل كوست، افريج عفوا مارجنال كوست. بهذا أكون قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا لأحبة الطلبة اقتصاد الجزء السنة الثالثة فيما بعد، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.